بسم الله الرحمن الرحيم. لعله تم رفع المواقع الجيح واللي بالواسطة، وتحركنا في كل الاتجاهات، تم الرفع من الخطوط الأمامية كامل ومن النوب ومن كل مكان. إن شاء الله بكرة ندخل في الحلول العملية بين الطرفين. طبعا تم اليوم أخذ اليمين من الطرفين خصوصا ما أحدث من الطرفين، وهذه جهود جبارة الواسطة، يعني وفقهم الله اللي هم قبائل بخيت ومراد والعوارق وآل أسلم، نشكرهم على جهودهم، وإن شاء الله الجهود وعبيدة هم الدور أيضا، خصوصا الجلال والشبان إلى جانب الواسطة، وإن شاء الله بكرة نبدأ في الإجراءات العملية كيف تعامل معكم الطرفين؟ حقيقة الطرفين متعاونين كلهم، هم أخوها يعني في الأول والأخير، ومشيت الأمور تمام إن شاء الله. شكرا. نروح خلك فوق الموت، الله يهديك، خلك فوق الموت، لا توقف. خلي من راح له لا تروح على الشيخ، على دوله، على دوله، على دوله. نرجع وعدنا واحد يوم يا شيخ، يا شيخ عشان خالص طريق رفعت المراتب والامور طيبه ان شاء الله. نعم الله كل شيء تمام، رفعوا المراتب الان تتمم عليها، الامور طيبه. وفي الجهه الاخرى هناك عند المنيف عند المعيري هناك تحركوا بالجبر ومن معهم، وعلى اساس انهم رفعوا المراتب من هناك، واحنا تعاملونا ب 1000 جنيه ومراتب معنا المحافظ الشيخ عبد القوي شريف.